هنشيل الهارت فيلير مش كده؟ تمام. يعني لو تمام. يعني في كارت باسكر سواء كان عملي او ريتن هيبقى الانجينا والهايبر تنشن مش كده؟ تمام. والاريثميا تمام. هناخدها وبالنسبة النهارده للسؤال، تمام؟ وبعدين بقى بعد كده بالنسبه بقى لل اتش اي ام اتفضل ال اتش اي ام اتفضل شغال. هيبقى اللي هو الانتي بليتليت مظبوط تمام. والكوليسترول. والكوليسترول تمام. طبعا الريسك كلها بقى برانكا لازم اوقف. ده بالنسبة كلها للعملي والنظري ولا العملي بس؟ نعم ده بالنسبة للعمل والنظري تمام. خلاص يعني الاتش ربنا اي ام هيبقى يسهل انتي بليتلتس وكوليسترول بس النظري. تمام معنا خدنا الانتي كوجولنت قبل كده تمام خلاص. تمام. عشان طبعا لما نحدد قوي بتبقى الاسئله طبعا يعني يبقى فيها يعني فيها عمق شويه طب دكتور، بالنسبة للعملي ما ينفعش حضرتك تنزل لنا أسئلة نتدرب عليه؟ لا النظري هو زي النظري بالظبط يعني يعني نفس السؤال النظري هيجي لك عملي كله هيبقى ام يعني سي كيو هو كله ام سي كيو بس ممكن مثلا العامل يكون على ايد مثلا كيس صغيره سطر كده لكن زي ام سي كيو بالظبط تمام. طيب هو وكله هيكون امتى يا دكتور؟ وكله برضو وان انسر يعني تمام ماشي حلو تمام. هو طبعا الجدول انا الجدول نزل لي ممكن ابعت يمكن هيتعلق بكره ان شاء الله اكيد هيتعلق بكره يعني ان شاء الله خلاص. تمام طيب على هاي هيبقى موديول صح؟ يعني كل موديول يعني مثلا انت عندكم 3 موديول يبقى غالبا تمام. مثلا هيكون مثلا موديول كبير مع ريسبيريشن عشان ده صغير مثلا وممكن يكون الاتش اي ام ده لوحده هينزل لكم هو جدول هيبقى بكره ان شاء الله تمام، هيبقى فيسيو فارما واناتومي ومايكرو هيستو صح ولا مايكرو لوحدها؟ لا ومايكرو وفسيولوجي وهيستولوجي تمام يا دكتور ان شاء الله. وربنا يسهل ان شاء الله خلاص تمام يا دكتور. حضرتك حابب تبدأ المحاضرة؟ طيب نبتدي انا بس كنت عايز اعمل لكم اعمل شير يعني كده يا دكتور الهارت فيلير والانتيكو اجيولانت مش معانا مش صح؟ جه عندك دلوقتي؟ لا لسه ما ظهرتش. تمام دكتور. بالظبط. طيب طبعا اخدت الاتصال ده قبل كده مش كده ولا لا؟ شفتوه ده قبل كده ولا لا؟ يا شباب حد لا يرد مش عليا فاكر. خدتوه ده قبل كده زمان عشان اقول له ما خدتوش ده ما اتشرحش. نعم طبعا ده ميديكال ايثكس اخلاقيات المهنه طبعا ده مش الامتحان ده اخلاق يعني اي خدمه طبيه في العالم كله بس دي قاعده كده عباره عن ثلاثيه تراياد يعني في الطبيب اللي بيعالج طبعا دوت والعيان والثيرابي اللي هو العلاج مش كده؟ طبعا يكون الثيرابي ممكن مثلا فارماكو ثيرابي سيرجيكال راديو اي نوع من الثيرابي فطبعا اخلاقيا لو جيت انت عند الثيرابي ديت وشلت الاتش منها شلت الاتش بتاع الثيرابي شيلها خالص
وتيجي تقراها بقت ايه؟ بقت تربي، تربي على بيموت العيانين. المفروض طبعا الطبيب يكون ثيرابيست، لو ما عندوش الاتش ديت يبقى راجل تربي. ايه بقى الاتش ديت؟ دي ستاندز حاجتين مهمين قوي في الطب عندنا، في اخلاقيات المهنه اللي احنا مش موجوده دلوقتي، الهيومانيتي والاونستي، مهم جدا الكلام ده. اذا اي طبيب ان هيومن او ديس اونست يبقى قاتل مهما كان علمه. فبليز طول ما انت هتشتغل ان شاء الله بيديك طول العمر 20 سنه 50 سنه، لازم تبقى هيومن مع المريض بتاعك وتبقى اونست معاه اذا سمحتوا، عشان احنا بنعالج خلق الله سبحانه وتعالى، ده مش مدفع ولا طياره ولا دبابه. تمام؟ فبليز دونت مس يور هيومانيتي اند اونستي في طول شغلك اذا سمحت. انا بلغتكم خلاص. نيجي بقى للكارديك ماسل. احنا طبعا قلنا قبل كده، كنا شفنا طبعا قبل كده ولا ما شفناهوش قبل كده؟ ده شفناه ولا ما شفناهوش قبل كده يا شباب؟ حد يرد عليا بسرعه كده. المهم الكارديك ماس طبعا ليها اربع بروبرتي زي ما خدتوا في الفيسيولوجي، اكسيتابيلتي وكونتراكتيلتي واوتوماتيستي وكوندكتيفيتي. ايه بقى الفرق بين دول ايه؟ اكسيتابيلتي معناها تبقى الخليه قاعده ساكته، لكن لو جالها ستيمولس هتريسبوند. اذا ده بيسموه اكسيتابل تيشو، مستني ما يجيله ستيمولس يعمل ريسبونس. طب لو المصري ديت مثلا بتاعت الكونتراكشن، لما جينا الاستيمولس هتعمل كونتراكشن، لو ميكانيكال ريسبونس. في بقى كونتاكتيفيتي بتاعت الاي في نود، خلايا الاي في نود والماند اوفيس والبركنجي، لو جت لها استيمولس ها هتعمل كونتاكشن الامبلس، تبقى كل خليه استيمولس اللي بعديها وهكذا. طبعا الاوتوماتيستي اللي هي طبعا ديت ايه؟ الابيليتي تو ايه تو فاير اوتوماتيكالي من عندها سبونتينيوس زي الاس اي نود، هي البيس ميكر مش كده ولا ايه؟ ده كله طبعا ده كله ده فيسيولوجي. هنا بقى ده يهمنا بقى ادي انتي اريزم دراج، دول بقى نعرف في الحاجات دي مهمه قوي بالذات اللي هم. طب دكتور بس لو سمحت السلايدز مش بتتحرك. نعم السلايدز مش بتتحرك. مش عندكم السلايد دوت؟ لا السلايد ثابته على اول سلايد اللي هي الباص فيسيولوجي. انت عايز دوت يعني؟ هذا فيسيولوجي. وطبعا انا بعت لك على فكره الانتي اريزمك وصلت ولا ما وصلتش؟ تمام وصلت. طيب يعني بعت ديت وبعت الكوليسترول. المهم بقى ايه؟ متقسمين بقى ده اسمه فوجن ويليامز كلاسيفيكيشن، ده بتاع الفارماكولوجي، وده اتعمل يمكن من الستينات الكلاسيفيكيشن دوت. هو طبعا ايزي وسهل وتقريبا هو اللي ماشي لحد دلوقتي. طبعا في حاجات نواقص كتير قوي ما تهمكوش كاندر جراديوت يعني. فده بيقسمهم الى اربع مجموعات، كلاس 1 وكلاس 2 وكلاس 3 وكلاس 4. في مجموعات ثانيه ما عرفش يحطها مع دول فخلوهم كاذر انتي اريزم دراجز. ايه بقى الكلاس 1؟ متقسمه الى كلاس 1A 1B 1C زي ما هنشوف دلوقتي. كلاس 1 كلاس 1 دي كلها they are sodium channel blocker، بيقفلوا الصوديوم channel. طب لما هيقفلوا الصوديوم channel هيحصل فيه depolarization ولا ما يحصلش؟ ها؟ حد يرد عليا؟ لا دكتور ما يحصلش. طب مش هيحصل طبعا مش كده ولا ايه؟ وطبعا الخليه اللي بتشتغل لازم يحصل لها ديبولاريزيشن. اذا ما انا قافل الصوديوم شانل يبقى بس دي لو الخليه بتاعت كوندكشن مش هتعدي الامبلس، لو خليه بتاعت اكسيتابيلتي مش هتريسبوند. اذا دي اول مجموعه اللي هي صوديوم شانل بلوكرز. وهنقول حالا ليه مقسمينهم الى A و B و C. المجموعه الثانيه دي خدناها قبل كده اللي هي البيتا بلوكرز. طبعا كنا خدنا زمان البيتا بلوكرز كانت دي ارزمك. المجموعه الثالثه دي بقى بتقفل البوتاسيوم شانل، اذا دي كلاس 1 صوديوم شانل، كلاس 3
بوتاسيوم شاني. الكلاس 4 دي بتقفل لي الكالسيوم شاني. حد كان يسال لي طبعا المتوقع مثلا الصودم دوت كان بيسال ده انا لو بقفل الشاني عشان ما يخشش جوه الصوديوم بيعمل ديبولاريزيشن. ونفس الكلام برضو الكالسيوم بتاع كلاس 4 لما اقفل انا الكالسيوم شانل مش هيخش الكالسيوم جوه مش هيعمل دي بولاريزيشن فهيسكت الانزميا. طب البوتاسيوم انا بقفلها ليه؟ ما انا ده ليه بقى ان البوتاسيوم دوت هو المسؤول عن الري بولاريزيشن من الفسيولوجي. معايا ولا ايه؟ حد رد عليا؟ تمام يا دكتور. يعني دايما البوتاسيوم هو المسؤول عن الري بولاريزيشن. لازم البوتاسيوم الشانل تفتح عشان الهارت يحصل له ريبولاريزيشن بسرعه. طبعا كل ما يحصل في عندي ريبولاريزيشن بسرعه يبقى التشو دوت اكسايتبل عشان مثلا عدى الامبلس وخلاص نضف من الاكشن بوتنشال. اذا انا بقفل البوتاسيوم الشانل شوف بيبرولونج شوف بيبرولونج ريبولاريزيشن ويبرولونج ريفلكت بيريود. إذا في الحالة دي بقى تشوي إيه يعني كاسبلام أو مش إكسايتابل خلاص. إذا أقول لك أنا كلاسيفاي مثلا إيه كلاس 1 يبقى صوديوم شانل بلوكر، كلاس 2 دول بيتا بلوكر هتيجي أسميهم حالا دلوقتي، كلاس 3 دول بوتاسيوم شانل بلوكر، كلاس 4 دول كالسيوم شانل بلوكرز. يبقى أنا بقى إيه بقى اللي بالأصفر دوت وهايلايتد إيه مودريت ومينيمال ايه ماركت؟ يا ترى البلوك بتاع الشانل سريع جدا يعني رابيد ولي شورت ديوريشن يعني يقفل الصدر من الشانل كده لحظه ويسيبها تاني ولا مثلا مودريت ولا بقى ماركت يعني يقفلها يقعد مده طويله قوي او بتقسمي كده ان ال1 ايه ديت مودريت ال1 بي ده مينيمال يعني اللي هي تقفل الصدر من الشانل بسرعه والوقت قصير. لكن كلاس 1 سي دي ماركت اذا تبقى دي خطيره قوي لو خد توكسيك دوز مش هيسيب للشانل خالص. لكن 1 بي دي عشان مينيمال افكت او رابيد اونست ورابيد اوفست يعني تمسك بسرعه وتسيب بسرعه تبقى دي غالبا نون توكسيك عشان لو خد كميه كبيره من الدواء انا بس مجرد استنى شويه ابطل الدواء استنى عليه شويه هو نفسه هيسيب الايه الشانل لوحديه. اذا الكلاس 1 بي ديت تعتبر الليست كارديو توكسيك خلاص. طبعا انا بقى دول ال1 ايه هشوف سلو كوندكشن عشان قفلنا الصوره بالشانل وبعدين طبعا هنطول الاكشن بوتنشال ديوريشن. هنا بقى ديت دي مينيمال بلوك دي بتشورتن في 3 يعني بتشورتن الريفلكت بيريودز زي ما هناخد لحد دلوقتي ليه دول بقى ماركت. هنا بقى ليه قسمناهم A وB وC حسب البوتاسيوم الشانل يعني دول مينلي صوديوم الشانل بلوكر لكن ليهم كمان اديشنال افكت على البوتاسيوم الشانل. ايه بقى الافكت دوت؟ ان مثلا كلاس 1 بي دي بتفتح البوتاسيوم الشانل تفتح بوتاسيوم الشانل اوبننج اذا هتخلي الريبولاريزيشن سريع اذا هتشورتن الفيس 3 بتاع الاكشن بوتنشال بتاع الريبولاريزيشن ده عشان ده دي افكت تاني من بوتاسيوم الشانل اوبنر. المجموعه بقى ونسي ديت ديت ده بوتاسيوم ماركت بوتاسيوم الشانل بلوكر ده تقفل بوتاسيوم الشانل طبعا بجانب الصوديوم. اذا هنا في ماركت برولونجيشن في الايه في الاكشن بوتنشال ديوريشن بتاعتهم والايه والريبوزيشن. طبعا كلاس 2 للبيتا بلوكر دي بس سبريس الفيس 4 دي بولاريزيشن فاكرينه لو بتاع البيس ميكر كارنت اللي خدناه في الفيسيولوجي المره اللي فاتت قلنا ان الاس اي نود اثناء الدايستوري الممبرين بوتنشال مش ثابت بيتغير يسموه دايستوري دي بولاريزيشن ده عشان بيعمل لي البيس ميكر كارنت. فلما تيجي بقى البيتا بلوكر
هتسبرس الكارت ده، تخليه ياخد وقت شويه. اذا نعرف ان البيتا بلوكرز زي سبرس الدي بولاريزيشن بتاع فيس 4، اذا هتقلل الايه الفارنج ريت بتاعت الايه الاوتوماتيك فايبر. كلاس 3 طبعا دي ميلي بوتاسيوم شانل بلوكر بتاعت الرونج ريبولاريزيشن. كلاس 4 بتاعت الكالسيوم. مين بقى بيعتمد على الكالسيوم؟ الافي نود. كلنا عارفين ان الافي نود هي كالسيوم ديبندنت، عشان كده بقى المجموعه بتاعت الكلاس 4 يبقى كل شغلها عند الافي نود. تعمل هناك تقفل الكالسيوم شانل، وبالتالي هتسلو كوندكشن في الافي نود. تمام؟ اذا بدل ما الافي نود عماله تعدي امبلسز كتير قوي، لا هتقول لا ما تعديش، او عدي حبه صغيرين. تمام؟ في بقى حاجات بقى اذرز ثانيه. طبعا خدنا الديجوكس منه، الديجوكس دوت عشان ليه فيجل افكت، خدناه فيجل افكت. بدل فيجل افكت اذا الفيجاس يجي عند الافي نود بيسبرس الكوندكشن. قلنا طبعا ديجوكسن ممكن نستعمله في حالات الايه السوبر فنتيكولار اريزميا، دول مش مهمين قوي. انا بس يهمني بقى كلاس 1 يعني الصوديوم شانل بلوكر، ال 1 اي دول نو افكت على البوتاسيوم، البي بتفتح البوتاسيوم، السي بتقفل البوتاسيوم. خلاص نقول تاني ان كلاس 1 دول كلهم صوديوم شانل بلوكرز، بيختلفوا في ايه؟ في السرعه انها تقفل وتسيب الشانل. ان ال1 ايه مودريت يعني نص نص في الصوديوم الشانل، ال1 بي تمسك بسرعه في الصوديوم وتسيب بسرعه، ال1 سي تمسك ببطء لكن ما تسيبش خالص. ده از ريجارد الصوديوم الشانل. الحاجه الثانيه بقى البوتاسيوم، ان ال1 ايه بوتاسيوم، ال1 بي بتفتح البوتاسيوم وال1 سي بتقفل البوتاسيوم. ما ننساش بقى ده كده شيء الفرق بين 1 اي 1 بي 1 سي ان كلهم صوديوم شانل بلوكر، لكن ال1 اي مودريت صوديوم بلوك، ال1 بي مينيمال بلوك يعني رابيد اونست ورابيد اوفست، ال1 سي ماركت بلوك. ده از ريجارد الصوديوم شانل. الفرق الثاني بقى على البوتاسيوم، ان ال1 اي نو افكت اون بوتاسيوم شانل، ال1 بي بجانب انها بتقفل الصوديوم بتفتح البوتاسيوم، بوتاسيوم شانل اوبنر، ال1 سي بتقفل البوتاسيوم. خلاص ادي هنا طبعا دخلناها على المره اللي فاتت. ادي مثلا كلاس 1 اللي هي الصوديوم شانل بلوكر، طبعا بتمنع دخول الصوديوم اذا كل الشغلات بتبقى على فيز او اللي بقى متقسمه اهي 1 اي 1 بي 1 سي. تعرف بس 1 اكزامبل كفايه، مثلا ال1 اي بروكينامايد كفايه، ال1 بي ليدوكين، ال1 سي بروبافينول. اذا دول الثلاثه اكزامبلز بتوع كلاس 1. 1 اي زي مين؟ بروكينامايد، 1 بي زي ليدوكين، 1 سي اللي هو البروبافينول. خلاص طبعا كلاس 4 بقى دي بتقفل الكالسيوم. احنا عارفين طبعا البلاتو، البلاتو ده اثناءه بيخش الكالسيوم جوه يخرج البوتاسيوم. اذا اكيد الكلاس 4 دي بتشتغل على الفيستو على البلاتو عشان بتمنع دخول الكالسيوم جوه. دي مجموعه الايه اللي هي كلاس 4. طبعا دي خدناها تبع الهايبرتنشن، وخدناها تبع الانجينا بيكتروس اللي هما كالسيوم شانل بلوكرز. طبعا هنا بنتكلم على الهارت، ما اقولش بقى الدهب بقى مش النيفيتيفن، النيفيتيفن ده كله فاسكولار. لكن مين اللي هي النن دايهيدرو تيريدين اللي هو الفيربامين. فطبعا انتوا عارفين الكلام دوت ان مجموعه الفيربامين ديت ليها بوث كاردياك وفاسكولار بريفيرال. ايه الكاردياك؟ طبعا دول كالسيوم الشانل بلوكر هيقفلوا الكالسيوم الشانل في الكاردياك ماسل يعني عند البلاتو. الكلاس 3 بقى نحفظه طبعا هنا دي فيربامير اهو نحفظه فيربامير. كلاس 3 اللي بتقفل البوتاسيوم ده تشتغل على فيز 3 نحفظ منهم اميودارون. اميودارون
اذا ايه الاكزامبل بتوعنا يبقى كلاس 1 في 1A بروكانامايد 1B ليدوكين 1C بروبافينون دي كلاس 1 بعدين طبعا كلاس 2 طبعا هي البيتا بلوكرز خلاص احنا عارفينها كلاس 2 البيتا بلوكرز شوف بتشتغل عند فيس 4 فيس 4 ده اللي بتعمل لي دايستوليك ديب بولاريزيشن عشان تعمل لي اوتوماتيك سيل لو منها البروبرانولون وبعدين كلاس 3 اللي هو الاميودارون ده بوتاسيوم شانل بلوكر اذا ده مش على فيس 3 وبعدين كلاس 4 اللي هي الكالسيوم شانل بلوكرز دول هنحفظهم بقى يعني هنحفظ بقى بروكاراميد ليدوكين بروبافينون دول تبع مين؟ تبع كلاس 1 الفرق بينهم يهمني قوي البوتاسيوم ان كلاس 1A ملاش افكت على البوتاسيوم كلاس 1B بتفتح البوتاسيوم كلاس 1C بتقفل البوتاسيوم خلاص انا بقى طبعا ده الاي سي جي كده بسرعه كده عشان بقى نشوف ايه الافكت بتاعهم على الاي سي جي طبعا في عندي حاجه اسمها البي لحد بيات الكيو اللي طبعا خدوا في السيرجي الوقت اللي تاخده الامبس عشان تتنقل ثرو الاتريوم وتخش عند الفنتريكل وبعدين في عندنا الكيو تي انترفال ده من بدايه الكيو لحد نهايه التي كيو تي اذا دي فيها السيستول اللي هو الاس وفيها كمان الدايستول بتاع تي ويف اذا الكيو تي انترفال ديت تمثل ايه السيستول اند دايستول انت برضه خدتوا في الفيسيولوجي في هنا الكيو ار اس ديوريشن يعني اللي هو الوقت اللي تاخده الامبلس عشان تعدي من الاندوكارديوم للابيكارديوم وقال لكم الدكتور هاني او الدكتور عمران ده حوالي 0.08 اوف سكند 2 مربعين صغيرين دي بتاعت البريكنجي فايبر اتنقل هنا هنا طبعا عشان هناخد دلوقتي لما يكون عندي فيه سلو في كوندكشن هتتغير الحاجات ديت بقى يعني مثلا انا لما ادي مثلا ايه كالسيوم شانل بلوكر هيعاكس الكوندكشن في الاي نود اكيد بقى البي ار انترفال هتبقى برولونج عشان الامبوس هي ماشيه في الاي نود اتعطلت مش كده يا شباب مثلا ايه الكور البريكنجي فايبر دي تعمل كوندكشن دي صوديوم والله لو اديت حاجه الصوديوم شانل بلوكر بكميه كبيره هيتعاكس البريكنجي اذا هياخد وقت اكتر الكيو ار اس يبقى في برولونجيشن في الكيو ار اس ديوريشن وهكذا زي ما هنشوف دلوقتي على خفيف يعني ادي بقى ادي كلاس ايه ادي كلاس 1A ده بقى اللي يهمني بقى كلاس 1A بتعمل ايه زي ديكريز الفي ماكس زي ما اتفقنا هيديلي كوندكشن لو ماركت في توكسيك دوز هيوايد الكيو ار اس ليه؟ عشان عاكس البريكنجي فالبريكنجي كانت الاول بتبدا الامبس بسرعه من اندوكارد للابيكارديوم هنا لا البريكنجي بقى كسلانه اذا الكيو ار اس دوت فرشح وسع يعني عامل كده وجي كده وسع كلمه وايدنج يعني بدل ما كان ياخد مربعين صغيرين ياخد مثلا ثلاث مربعات صغيرين ليه؟ عشان عاكسنا الكوندكشن في البريكنجي طب ليه عكسناه؟ عشان الدواء بتاعي ده صوديوم شانل بلوكر والبريكنجي بتستعمل الصوديوم عشان تشتغل بيه خلاص؟ وبعدين وبالتالي برضو هيديكريز الاكسيتابيليتي اذا هيستابيلايز الممبرين يعني خلي الممبرين زي ما هو بولارايز كلمه استابيلايز يعني مش هيغيره يخلي جوه نيجاتيف وبره بوزيتيف كانه ريستنج نفس الكلام هو هو طبعا دول هيبرولونج الافكتيف فلات بيريود من غير ما يزودوا الاكشن بوتنشال ديوريشن ليه بقى؟ لو نرجع تاني كده شوف هنا ايه؟ تجد هنا ايه؟ دول صوديوم شانل بلوكر يعني الحته بتاعت الصوديوم شوف الوقت بتاعها من هنا لحد هنا وقت صغير قوي ادي الوقت بتاع الحته بتاعت الصوديوم لكن شوف بقى بتاعت البوتاسيوم
إذن الأكشن بوتنشال ديوريشن أغلبه فيس 3. إذن اللي بيشتغل اللي بيقفل فيس 3 هو اللي بيبرونج الأكشن بوتنشال ديوريشن، لكن اللي بيشتغل على فيس 1 الصوديوم مش هيبرونج قوي. إذن الحتة دي تاخد حتة صغيرة من طبعا ده التايم، ده كل ده التايم. فشوف بس الصوديوم ابتدت هنا وقفت هنا حتة صغيرة خالص، لكن بتاع البوتاسيوم بقى ده ابتدى من هنا واخد كل ده تايم اهو. زي ما ننساش ان كلاس 3 بترونج اللي هو الاكشن بوتنشال دوريشن تو ماتش، لكن كلاس 1 داز نوت برونج الاكشن بوتنشال دوريشن. وطبعا دول بيسبرس الاوتوماتيستي، يعني طبعا لو في عندي اكتب بيس ميكر عمال يطلع امباسز، ها طبعا يعني بيطلع امباس كتير، لازم الصوت عمال يخش جوه يخش جوه يعمل ستيموليشن، فده ممكن يوقفه. اذا دول نعرفهم كده ان كلاس 1 بديكيز في ماكس ودري كوندكشن ممكن توايد الكيور اس دوريشن، بتقلل اكسيتابيلتي استفاز الممبرين، بيبرونج الريفلكت بيريود من غير الاكشن بوتنشال ديوريشن، كان سبريس الاوتوماتيستي. يعني اي حاجه اوتوماتيك فايبر بدل ما تبعت على 200 تقول لا يبقى هاتي على 100 او على 80. كلاس بقى ايه؟ كلاس 3 بقى. شوف هنا زي برولونج الفاكت بيريود اند اكشن بوتنشال ديوريشن. تمام؟ عشان بيشتغل عندي على 3 وعلى 2. طبعا لو ماركت بقى ماركت هيبرولونج الكيو تي انترفال. شوف ازاي؟ عشان الكيو تي انترفال ديت فيها الريبولاريزيشن. تاخد بالنا بقى اذا كلاس 3 بتاعت البوتاسيوم لما تبقى في توكسيك دوز هتطول الكيو تي انترفال في رسم القلب. لكن كلاس 1 لما تبقى توكسيك دوز هتفرشح او هتوسع الكيو ار اس ديوريشن. خلاص ما ننساش بقى اذا سمحت. الكيو ار اس ديوريشن لكن كلاس 3 لو ماركت هت ايه هتعمل لي هتطول لي الكيو تي انترفال. ليه؟ عشان في رسم القلب زي ما اتفقنا هي هترونج ريبولاريزيشن، يعني عشان اقفل البوتاسيوم طبعا هناخد وقت جامد لحد ما تيجي لي. تمام؟ اذا كلاس 3 هترونج الكيو تي انترفال عشان الديليز ريبولاريزيشن بياخد وقت ريبولاريزيشن. طب ليه بياخد وقت؟ عشان قفلت البوتاسيوم عشان يكون عندي كلاس 1 لما يكون توكسيك دوز هترونج الكيو ار اس. توكسيك دوز هترونج الكيو تي انترفال. اوكي؟ هنا بقى كلاس 4 بقى بتاع الفيربامين. شوف برضه ديكيز في ماكس بس فين؟ في الايفينود عشان دي كالسيوم ديبندنت. تمام؟ وطبعا لو ماركت هترونج البي ار انترفال عشان البي ار دوت اغلبه بياخد وقت عند الايفينود. انا قفلت السكه عند الايفينود بطقطها خالص. اذا 1 اي في توكسيك دوز الكيو ار اس قصدي كلاس 1 في توكسيك دوز هترونج الكيو ار اس ار اس ديوريشن. كلاس 3 في توكسيك دوز هترونج الكيو تي انترفال عشان بدري ريبولاريزيشن. لكن كلاس 4 بتاعت الكالسيوم لما تكتر قوي هترونج البي ار انترفال. سهله ومفهومه مش عايز حفظ. اي برولونج البوتاسيوم، ما دام انا ما قربتش من البوتاسيوم انا مخلي البوتاسيوم زي ما هو سليم خلاص، يبقى الاكشن بوتاسيوم ديوريشن بقى طبيعيه زي كلاس 1 وكلاس 4. لكن لما اقرب من البوتاسيوم واقفله هبرولونج الاكشن بوتاسيوم ديوريشن. طبعا شوف السبرس الاس اي نود اوتوماتيستي
عشان الاس اي نود كالسيوم ديبندنت، كالسيوم ديبندنت، وبالتالي هتقلل الهارت ريت. لكن في المجموعه بتاعت الصوديوم شانل بلوكرز قلنا سابريس اوتوماتيستي مش بتاعت الاس اي نود، يعني حاجه باثولوجيكال اوتوماتيستي، هنا تعتمد على الصوديوم انها تعمل فارنج، لكن بتاعت الاس اي نود بتعتمد على الكالسيوم. خلاص؟ اذا هنا سابريس اوتوماتيستي، لكن هناك سابريس الاس اي نود اوتوماتيستي عشان قفلت الكالسيوم بتاعها. هنا بقى دي ليدوكين طبعا، يعني مش عايزين الكلام دوت، بس نعرف انه ايه، احنا طبعا نحفظ منه الليدوكين زي ما اتفقنا في الاول خالص هناك، لكن مش عايزين نفس الكلام ده كله، مش عايزينه ولا دوت عشان ده صعب عليكم. الا قلنا البروبافينون طبعا ده كلاس 1 سي، خلاص طبعا قلنا 1 سي ما ننساش بقى 1 سي ده صوديوم شانل بلوكر، وبعدين الاكشن بتاعه ماركت، يعني بياخد وقت لما يقفلها وما يطلعش من الخارج، ما يطلعش من الشانل، فيري توكسيك في لارج دوز. وبعدين على البوتاسيوم بيعمل ايه؟ قلنا البوتاسيوم شانل بلوكر، ما ننساش بقى ديت. لكن ال1 بي ده سريع على الصوديوم شانل، يقفلها بسرعه ويسيبها بسرعه، لكن بيفتح البوتاسيوم شانل. ال1 ايه بين البنين على الصوديوم مودريت، لا سريع قوي زي ال1 بي ولا بطيء قوي زي ال1 سي، وبعدين كمان هو ملوش دعوه بالبوتاسيوم. اذا ده يهمني بقى في 1 ايه، اذا سمحت ان 1 ايه ده مودريت الصوديوم الشانل بلوكر نو افكت على البوتاسيوم، ال1 بي رابيد الصوديوم الشانل بلوكر، وبعدين بوتاسيوم الشانل اوبنر تفتح البوتاسيوم، ال1 سي ده ليهم بقى ماركت ديبريشن على الصوديوم الشانل، وبعدين كمان ليهم البوتاسيوم الشانل بلوكر. خلاص؟ طبعا ده مش عايزينه عشان ده صعب عليكم. دي بقى تهمنا معلش. طبعا الاميودارون دوت ده تبع نمرة ثلاثة. الاميودارون لازم نحفظه. الاميودارون لازم نحفظه. ده الموست كومن يوزد انتي ارزمنت دلوقتي. صعب كتير قوي. اميودارون مهم قوي بتاع كلاس ايه، بتاع كلاس كلاس سي دوت بتاع البوتاسيوم الشانل، حتى ده بيسموه برود سبيكترم انتي اريزم بتاع كله. ليه؟ ده ممكن يقول لك ايه، طبعا مين بيقفل البوتاسيوم، ممكن يقفل الكالسيوم، ممكن كمان يقفل الصوديوم، ده بتاع كله بقى، لكن هو بيتحط في الكلاسيفيكيشن كبوتاسيوم الشانل بلوكر. لكن ليه اديشنال افكت بقى، ليه حاجات تانيه، ممكن يقفل لي الكالسيوم، ممكن يقفل لي الصوديوم. لازم نعرف برضه الادفيرس افكت عشان ده مستعمل كتير قوي، ودي سهل قوي، ان هو ايه الموليكول بتاع الاميدارون دوت تقريبا نصه ايودين، يعني نفس الاستراكشر بتاع الاميدارون في يود. طبعا اليود بيأثر على انهي غده؟ السايون. بالظبط. اذا اكيد الاميدارون كان افكت الثيرويد، تعمل هايبر ثيرويديزم او هايبر ثيرويديزم، يعني مثلا كان زمان بتاعها ناقص قوي، فدايما عندهم جولتر عشان ما بياخدوش يود، فلو خد اميدارون هيحسن الغده، هيستمر الثيرويد. لكن مثلا الناس الثانيه عندهم نورمال ايودين ستيتس، ها وجي خد حاجه فيها ايودين ممكن بينهبت، عشان هناخد في سنه، انتوا خدتوا الاندوكراين بقى الترم الجاي، هتاخدوا على الترم ده الجاي ان الايودين اليود طبعا ده الغده بتستعمله عشان تعمل ثيروكسين، لكن ممكن نستعمل برضه اليود عشان يمنع الفانكشن بتاع الثيرويد. اذا ينفع في حالات الايودين، ينفع في علاج الهايبوثيرويديزم، وينفع برضه في علاج الهايبوثيرويديزم. اللي هنقول الاميدارون دوت ات كان افكت ثيرويد فانكشن، يعني ممكن يزود او ينقص، دي كمان. حتى في يقول لك بي 6 بيز، شوف فوتو بي فوتو سيستيفيتي، لما يتعرض على الشمس كده يعمل ايه زي حساسيه. مهم قوي بي بيجمنتيشن في الكورنيا، وبعدين كمان ايه
بينهبت التي 4 للتي 3 انهبيشن، يعني هيمنع تحويل التي 4 الى تي 3. طبعا التي 3 ده يعتبر مور اكتف. وبعدين شوفنا بامب فيلير، طبعا دي مش مهم قوي، دي بقى مهم قوي بالمونري فيبروز. نحفظ ايه من دول؟ هو ده في ايودين كريستال، فبيترسب في ثلاث اماكن، بيترسب في ثلاث اماكن، بيترسب في العين يعمل لي بيجمنتيشن، وبعدين بيترسب في اللنج يعمل لي بالمونري فيبروزس، وبعدين الحاجه الثانيه برضو في السكن يعمل لي فوتو سنسيتيفيتي. اذا ما ننساش الثلاثه دول كادفيرس افكت اوف اميودارون اللي هو كلاس 3، ده بوتاسيوم تشانل بلوكر، ده برود سبيكترم انتي اريزميك، وليه اديشنال صوديوم اند كالسيوم تشانل بلوكينج اكتيفيتي. ايه الادفيرس افكت؟ ما ننساش الثلاثه دول، ان الفوتو سنسيتيفيتي بيترسب في الكورنيا يعمل لي بيجمنتيشن، وبعدين في اللنج يعمل لي بالمونري فيبروز. خلاص. وبعدين كان افكت الاسيد اهو، شوف يعني هايبو او هايبر ثايرويديزم. اذا هنقول بقى كان افكت الثايرويد اكتيفيتي، كان افكت يا هايبو يا هايبر، يعمل لي فوتو سنسيتيفيتي عشان بيترسب تحت الجلد، يترسب في الكورنيا يعمل لي بيجمنتيشن، ويترسب في اللنج يعمل لي بالمونري فيبروز. دول الاربعه اللي يجيبهم، مش عايزين الباقي، مش عايزين الباقي خالص. خلاص. اذا سمعتوا اكتبوهم دول. هنا مثلا برضو من ضمن العيوب بتاعت الكالسيوم شانل بلوكرز، وبالذات طبعا النايفيديبين، النايفيديبين طبعا ده اللي هو الفاسكولار، طبعا ده مش انتي اريزما زي ما اتفقنا، طبعا ده ممكن يعمل لي بقى جينجيفال هايبربليزيا في الجنب، يعني طبعا ده لو جت ديت هتيجي بقى تبع الهايبرتنشن. ما طبعا ده كالسيوم شانل بلوكر، ده هيدوبيريدين، ده الفاسكولو سيلكتيف، ما بيشتغلش على القلب، ده مش انتي اريزميك. لكن ابن عمه الثاني اللي هو فيرفاميل بتاع القلب، اذا نايفيت من دوت ممكن يعمل لي جينجيفال هايبربليزيا، بس ما تتمناش قوي طبعا بتوع الاسنان. يعني هنا بقى البروبنارلول طبعا ده كلاس 2 زي ما اتفقنا. طبعا ما ننساش طبعا ده قلنا ايه، بيديلي البيس ميكر او لو الفيس 4 دي بولاريزيشن زي ما اتفقنا في الفيسيولوجي، لكن مش عايزين التفاصيل دي قوي، يعني ما تهمناش قوي. يعني ادي الايميدارون اهو، شوف بيفرج الفاتي بيريد عشان بيبروك البوتاسيوم شانل، شوف اولسو بلوك الصوديوم والبوتاسيوم وكمان الكالسيوم شانل وكمان الالفا وكمان البيتا، ده بتاع كله بقى. تمام. اذا ده ايه برودو سبيكتر، شوف اتريال اريزميا او اي في نود او فينتريكولر، ده بتاع كله. تمام. ده برودو سبيكتر. والحاجه الثانيه بقى الاهتمام ده برضه دوت التي هاف فيري لونج، يعني كل الانتي اريزميك تلاقي التي هاف 4 ساعات 6 ساعات، ده مثلا بتاع مثلا ايه ممكن يكون شهرين ثلاثه. اذا سمحتوا الكاركترستيك بتاع الايميدارون ايه؟ دوت بوتاسيوم شانل بلوكر، ده كلاس 3، بيبرونج الافكتيف ريفلكتيف بيريود اند اكشن بوتنشال ديوريشن، ات از ابرود سبيكترم انتي اريزميك عشان بيقفل بجانب البوتاسيوم يقفل الكالسيوم ويقفل الصوديوم وكمان الالفا. تمام. وبعدين انه بيترسب في ثلاث حاجات، تحت الجلد يعمل لي فوتو سنسيتيفيتي، في الكورنيا يعمل لي بيجمنتيشن، وفي اللنج يعمل لي بالمونري فيبروزس. وعشان هو فيه يود نفس الدواء ده فيه ايودين، اذا كان افكت الثايرويد فانكشن. وبعدين فيري كاركترستيك انه ايه ليه لونج هاف لايف ويكس اسابيع، لكن كل اذر انتي اريزميك لايف لايف جاست اورز 4 ساعات 3 ساعات 5 ساعات. خلاص. عشان ده مهم قوي ومستعمل بكثره دلوقتي. ادي بقى الفيرفاميل كنا طبعا دخلناه ده قبل كده، اللي طبعا بتاع النان دايهيدروبيريدين، هذا بلوك طبعا الكالسيوم شانل، طبعا مور افكت على الديب فلورات ما تهمناش قوي، لكن كل الشغل بقى على الاس اي نود، الاس اي نود والاي في نود.
عشان دول كالسيوم ديبندنت. إذن هيزود الكوندكشن تايم، إذن وبالتالي هيبرولونج زي ما اتفقنا الريفراكتيف بيريود، تمام؟ وطبعا هيسلو داون الاي سي نود، وهيسلو داون برضه الاي في نود اوتوماتيستي، يعني كل شغل على الاي في نود وعلى الاي سي نود. اذا ايه النهارده دلوقتي الحاجه اللي قلتها كده الكلاسيفيكيشن اللي هو ال1 ال1 1A و1B و1C، الفرق بينهم من ناحيه الصوديوم واحد متوسط واحد سريع واحد بطيء جدا، من ناحيه البوتاسيوم ال1A ملوش دعوه، ال1B بيفتح البوتاسيوم، ال1C بيقفل البوتاسيوم. دول كلهم على بعض المجموعه دي بتقلل الفي ماكس زي ما اتفقنا كده، وبالتالي هتقلل اكسبتابيلتي. وهو لا بعدين في لارج دوز هي برولونج الكيو ار اس ديوريشن. فيس 2 بقى كلاس 2 تحت البيتا بلوكر زي البروبرانولول، دول بيعملوا ايه؟ زي سلو الفيس 4 دي بولاريزيشن، يعني بيشتغلوا عند ايه؟ عند الدايستولي. فالدايستولي في الاس اي نود ما هوش ثابت زي ما خدوا الفيسيولوجي، يعني اثناء الدايستول الاس اي نود او اي بيس ميكر بيغير الكهرباء بتاعته، يسموها دايستوليك دي بولاريزيشن. طبعا كل ما يكون ديس دايستوليك دي بولاريزيشن سريعه يبقى الفارق ليه سريع قوي، فتبقى البيتا بلوكر زي ديكريز او زي سلو داون الفيز 4 دي بولاريزيشن، اذا هتقلل الريت اوف فايرنج بتاع الايه البيس ميكر. كلاس 3 بقى اللي هو قوي لو بوتاسيوم شان بلوكر ده الاميودارون، ايه بقى الكاركترستيك بتاعته؟ ده برود سبيكترم، ليه؟ عشان بيقفل البوتاسيوم وكمان معاها تاني الصوديوم والكالسيوم وممكن كمان الالفا والبيتا ريسبتور. الحاجه بعد كده ان بيترسل في ثلاث حاجات في تحت الجلد، يبقى ممكن يعمل لي اللي هو نهائي فوتوسستيفيتي في الاي، ممكن يعمل لي كورنيال ديبوزيتس او بيجمنتيشن في اللنج، يعمل لي برانوس فيبروز. خلاص حفظناهم دول الثلاثه عشان دول كلهم ترسبات بيترسل، وبعدين عشان هو في ايودين ممكن يعمل لي بقى هايبو او هايبر ثيرويدز، يعني كان افكت الثيرويد فانكشن. الحاجة التانية الكاركترستيك بتاعته انه في ليه very long half-life in weeks او months. خلاص استعماله double spectrum ventricular و super ventricular. خلاص يا شباب اكتبوا بقى عشان مش موجودة في السلايد سمحتوا، اكتبوا كده ان class 1B اللي هو الليدوكين 1B ينفع بس only in ventricular arrhythmia. ال1B only in ventricular arrhythmia. كتبتوها؟ تمام. الكلاس 4 بقى اللي هو الفيرابيل خدناه قبل كده، يبقى في سوبرا فينتريكولار ارزمي. فيرابيل سوبرا فينتريكولار. وبعدين بقى الاميودارون ده برضه سبيكترم بقى. استعمله سوبرا او فينتريكولار. خلاص عشان دي برضه بتيجي في الايه؟ في ترو اند فولس. الليدوكين اللي هو 1 بي only in ventricular arrhythmia. ما ينفعش في السوبر فينتريكولار. على النقيض الفيربامين استعمله في السوبرا فينتريكولار. وممنوع في الفينتريكولار arrhythmia. الاميودارون استعمله في كل انواع الارثميه عشان ده بروتو سبيكتر. اذا دلوقتي قبل ما تناموا كده الكلمتين دول يطلعوا مثلا ايه صفحه بكتير قوي بس. فده بصراحه كده هتطلع مثلا ايه يعني اربع خمس ست اسئله وبعدين واضحه، يعني مش عايزه ايه مشاكل. خلاص يا شباب؟ خلاص تمام. طيب يلا ربنا معاكم ان شاء الله. دكتور صح حضرتك ان شاء الله هنعمل مراجعه عبد النظري على طول بتاع كل موديول. ممكن هو نظري يبدا بتاعكم الجدول نزل كده. اول الامتحان هيبقى 18 واحد بالنسبه للاي تي ام. طيب يعني ان شاء الله كده اقنع على اتصال باذن الله. طب خلاص تمام. طيب توفيق ان شاء الله. شكرا لحضرتك. مع السلامه. مع السلامه.